هؤلاء يغسلون وجوههم بين الحين والاخر والاخرى وضعت قبعتها على راسها لتقي نفسها حراره الشمس اللاذعه وثالثا وضع على راسه منديلا وراح يمسح العرق المتصبب منه بعضهم ينتظر قدوم الحافله واخرون في انتظار سياره الاجره الكل صابر وصغير ينتظر فرج اطلاله الحافله نجي ساعه غير ربع ونستنى فيك تاع الطريق الرشيد ما فماش كيران ليا نص ساعه وبعض الاوقات نشقى فوق الساعة فوق الساعة هنا في الشمس والله نجي من ماضي ساعة ولا نروح في الساعة الثلاثة نجي نكلمه يقول لك ما عندناش مترقيه في الصباح تلقينا من من السبعة واقفين حتى للثمانية ودرجين والثمانية وربع واحنا واقفين يا يمشي للتاكسيات ثم اللي عنده يمشي بتاكسي وثم اللي ما عندهش باه يمشي للتاكسي ايش مش نعمل ترى هذا تولي علينا شد أخذنا ستة ونص من يعني قاعد لقد تحولت وسائل النقل العمومي والخاص على حد سواء من نعمة تيسر تنقل المواطن وتختصر المسافات لقضاء مشاغله إلى كابوس يومي ونقمة تعكر حياته وتعطل مصالحه وتزيد من معاناته هكذا عبر أهالي مدينة سفاقس عن علاقتهم بوسائل النقل العمومي اليومي <applause> توا بالنسبة للعطل زيادة نقص شوية في الكيرين الشوفرية زادة ما ثماش تلقاهم معناتها كونجيات وربي يهديهم لا محطة لا بنت كن كان في المطر في المطر وكان في السقع في السقع وكان في الشيل يكتر فينا في الشمس كل يوم كل يوم أنا نخدم كل يوم معناتها هكا نفس الحكاية الصباح يخرجوا كيرين بكري معناتها بعدين ما تلقاش كار فتره نجي في تاكسيات وبعدين نفس الحكايه هكا ديما في القايله وحنا هكا نخدم كل يوم ماشي جاي ونهار نضيع على هنا نستنى في الكار تجي التاكسي ياخذ منك دوبل دوبل قداش المية و مش معقول على حال شنيا حال عادية شا عادية ماشي كونفور ما فهمها شي كي العادة كي يقبل يقبل الثورة كي بعد الثورة كيف كيف وسان مريض مش معقول هاتو كنت في السبيتار هون ايش الوقت توم كنت اول ماضي ساعه انا تو كنت بس بتر اكثر الدول واكثر من معقول كان فيها 50 ولا تز حتى بال 150 ركبه وبال 200 ركبه صغار على كبار والله ظلها العباد كل مشنوقين يدرجحوا رجال ظلها عباد كبار والصغار ظلها شاد الكراسي والكبار شاد العوي ايش عندنا نعمل ترى ما ثماش كيران يا بنتي وما ثماش كراسي وما ثماش عباد دز لي دز لك هكا نقول لك من ما التاكسي خصوصيا على الكار القايد ما يحبوش يدخلوا القايد محمد نقعدوا بالساعة وبالساعة غرباء نستناو وما يحبوش يطلعونا ويبجلوا تنور على القايد محمد ما يحبوش يطلعونا احنا لم تقتصر هذه المعاناة على ركاب الحافلات فقط بل طالت أيضا موظفي شركة النقل العمومي بصفاقس هؤلاء الذين يعيشون ظروف عمل صعبة نتيجة قدم الحافلات التي تتعطب بين الحين والآخر تو عمرك تتراوح عندنا بين 9 و 15 سنة فهمت حتى الكيران عندنا كيران جدد عندنا اسطول جديده برك الله فهمت منهم كيران ما عندهمش شهر اربع شهور خمسه شهور هم راقدين في الكارش تو قاعدوا عندهم معاهم وكذا من نقص البيس دو روشونش ما ثماش بيس دو روشونش وهذا الكل يرجع للنظر للوزاره وسلطه الاشراف والله تقريبا الشطر نقصنا الشطر ما بين التلامذه وتو نقصنا الشطر مثلا باب جبلي مثلا يقول لك يخدم ب 50 كار ولا كذا ولا ب 55 تو نخدموا مثلا ب 25 ب 27 29 معناتها ساعات 30 ساعات 22 احنا والكيران نلقاو حاضرين نخدموا بهم بقى احنا كيما حكيت لك راهو النقص هذا موجود على خاطر ثم كيران رقدناه رقدوهم باش الكراج يعمل المصيانة الصيانه نتاعهم باش يحضروهم لوحد والمان هذوما يسخنوا حتى كانوا يخرجوهم يخدموا ما يدينوش السخانه والله هو تو في الورق توقيت الكار كل اربع دراج لكن في الريال ساعة ساعة تلقى بالساعة وساعة ونص لكن مش في كل محطة ساعة ساعة محطة تلقاها مريقلوف تلقى محطة أخرى تلقى بالساعة ساعة ونص مشاكل في الطريق مشاكل مع المواطن مشاكل في في الماتريال فهمت هذا الكل فهمت والعبيد مش راضية عن من حقها خاطر هي بيناتنا احنا كار يزم انه احنا نوفروا احنا مش موجود فهمت والوزارة ما يشوني تظهر تضرف النوم وكان هذا المشهد لا يقل عذابا عن سائقي سيارات الأجرة الذين يصطفون لساعات طويلة تحت وطأة حرارة صيف لا توصف في انتظار دورهم يوم الصباح لشقنا الفطر فهمتوا احنا لهنا طايشين في الشموسه والقويل واش تعرف رمضان وستريس وكذا و... باش نعملوا اكثر حاجه متقلقين منها في المحطه هو الشمس خاطرك شي يلزمنا بورتال وكراسي على الاقل كراسي حتى المواطنين باش كيجي كي يفهمش اول حاجه الشمس والنظام كله ما ثماش حاجه ثانيه اللي يجي بلاكا سا تاكسي من غير بلاكا ولا بلاكا دو دو الثاني يجي راك ويعبي ما ينجم يكلموا حد من غير بطاقه مهنيه يعبي من غير يكلموا حد من غير برميه يعبي ما ينجم يكلموا حد لا مراقبه لا الحاكم لا حتى تعرف فهمني ولا رخص بزوز نوامر قاعده تخدم تدخل محطه وتخدم ما قاعد يراقب فيها حد يشكو قطاع النقل العمومي عديد النقائص التي تضر بمصالح المواطن وتزيد من معاناته اليوميه مما يدعو الى لفت انتباه المسؤولين والقائمين على قطاع النقل لاتخاذ الاجراءات اللازمه وانهاء ماساته